رصاص الشيء حالا. إكسلانس إكسلانس، الجرس الحصة الأولى. بونجور إكسلانس. نعم، بتقول إيه؟ الفطار يا فندم. أفندم، شاي إلى كوفي كويكر أوتس. سعادة البيلي يحب أحضر له لبس الخيل ولا سعادتك رايح تلعب بلياردو؟ بلياردو. وسعادتك تحب أحضر لك العربية الكحلي ولا البيج ولا الكروهات؟ كروهات؟ وسعادتك وسعادة البيل خدام بتكلموني أنا؟ في خدمتك يا فندم. افوتر سيرفيس يا اكسلانس. قول لي هي ايه الحكايه بالظبط؟ انا فين دلوقتي؟ سعاده البي مزاجه رايق النهارده. سعادتك ظريف جدا، منتهى الجانتياز. كلموني عربي. انتوا ايه وانا فين؟ وظيفة نومك يا اكسلانس. وظيفة نومي؟ يا سلام، بقى الميدان ده كله أوضة نومي؟ طبعا يا رأفت بيه. رأفت بيه؟ مين رأفت بيه؟ سعادتك رأفت بيه. مش بقول لك سعادة البيه النهارده مزاجه هايل، سو فاين. كلموني هنا، مين رأفت بيه ده؟ سعادتك يا رأفت بيه، اتفضل الحمام جاهز. أنا مش عايز حمام، مين رأفت بيه ده؟ الحمام يا فندم. أنا ما باخدش حمامات، مين رأفت بيه ده؟ أبري أبري أبري. يا سيدي أنا ما باخدش حمامات إلا في شم النسيم. اتفضل. إكسلانس. تفضل يا اسلام. تفضل. اتفضل ايه يا ابن المجنونه؟ اوعى من وشي. ترمومتر؟ يا سعادة البيت. انا اخش حمام فيه ترمومتر؟ انا استعبى في حمام فيه ترمومتر؟ وايه اللي لابسها لي دي؟ فانيلا زرقاء؟ يا شيخ حرام عليكم. هدومي هدومي انا اتسرقت. فين هدومي؟ شيخ ابو عمار. يستحسن نتصل بالدكتور. فعلا يستحسن. ما حدش اتحوط منكم. حالة
قالت ايه اللي رجعت لي؟ اتكلم يا راجل انت. الراجل ده بيقول ايه؟ ده بيتكلم عن حالة فقدان الذاكرة اللي بتجيلك. انا بتجيلي حالة فقدان ذاكرة؟ حصلت لك مرتين قبل كده. اول مرة صحيت من النوم قلت على نفسك كومساري اتوبيس. وفضلت طول النهار طالع نازل طالع نازل طالع نازل تزمر. رافت يا رافت يا رافت يا نجم يا حسان يا درويش يلا وراه وراه. هاشم زميلها في الثانوي. ثانوي؟ الله. اقعد استريح يا رافع. استريح؟ اقعد. ايه ده؟ راح فين؟ كانه فص ملح وداب. لازم نبلغ البوليس. الاثنين اهو. طب روحوا انتوا البيت وابعتوا لي العربيه. يلا. فهمني ايه الموضوع يا رافع؟ يا سعاده البيت صدقني انا مش رافع. احنا كنا دايما مع بعض ايام الدراسه يا رافع. انا وانت؟ انا وانت. انا وانت. ادخل اهو العصابه يا تعبت فيه. العصابه. الحمد لله اني لقيناك هنا. هو ايه الموضوع؟ انا احكي لسيادتك. سلام. أرجوكم تهتموا بيه. رأفت بيه صديق عزيز عليا ويهمني أمره. وأنت يا راجل حد يبقى له خطيرة بالرقة دي. يسهل. متشكرين أوي. مع السلامة. الله يسلمك. وصل بيه المأمور. يلا يا رأف. يلا يا حبيبي.
على السلامة يا سعادة البيت. اتفضل. نورت الفيلا اكسلانس. ارجو ان تكون اعصابك هديت يا منبه. نعم يا اخويا. ايه في حاجة تانية؟ في ان احنا لازم نتكلم بالمفتشر على بلاطة. عايز اعرف حضراتكم تبقوا ايه بالظبط؟ افتكر يا بابا لازم نعدل ظروفه ونقول له. تقدر ظروفي ده ايه؟ ايه؟ هو انا طالب منكم اعانة؟ من حق اعرف انتوا مين؟ درويش الضو، السفراج الخصوصي بتاع سعادتك. ناجي لطفي، مدير الشؤون الخاصة والمسؤول عن العلاقات الخارجية لسعادتك. حسان عبد التواب، وصيف سيادتك والمسؤول عن شياكة فخامتك ومدير الحمامات السخنة. أمال فين مدير الحمامات الساقعة؟ شالينه في التلاجة؟ انكتم منك لو. وانت انت بالذات ايه؟ أظن هتقول مش عارفه ده كمان. ما احنا قلنا هنقدر ظروفه ونقول له. عثمان الجريدي من كبار رجال الأعمال وحماك مستقبلا. وحضرتك أظن تبقي بنته، يعني خطيبتي. تمام يا حبيبي. ده إذا كنت رأفت. ما هو أنت رأفت. أنا مش رأفت. يا رأفت يا ابني، يا رأفت يا ابني اسمع الكلام. إذا كان المأمور اتعرف عليك وقال إنه كان زميلك في ثانوي، ما هو ده اللي مجنني. طيب أفرض إنكم كلكم كذابين، هو يكذب ليه؟ وليه ما يكونش صادق؟ يا دماغي أنا. اهدى بس اهدى. تعالى معايا. تعالى معايا، ممكن نتكلم بالعقل. يا ليت نتكلم بالعقل. ممكن نتفاهم بالعقل؟ يا ريت. تفتكر يعني ايه اللي يخلينا نتبلى عليك ونقول انك صاحب السرايا دي كلها؟ مش عارف. ايه اللي يخلي واحده زيي تقول انها خطيبتك؟ مش لاقي حد اتجوزه؟ يا ست هانم العفو، لو على الجواز في ناس كتير قوي تتمنى، لكن يعني ولا تكونش فاكر انت معانا في ثروتك. ثروتي انا؟ ايوه، الكام مليون اللي عندك اللي في بنوك سويسرا؟ كام مليون؟ كام مليون ده ايه؟ كام مليون ايه؟ ايه يعني هيكون فوش سوداني ولا لب؟ كام مليون جنيه طبعا. لا 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 لا, لا يا جماعه، لا فرملوا لحد كده، انتوا اكيد غلطانين يا ناس. ده انا لما بتتجمد تديني 5 جنيه بتبناها. الو، ايوه، طيب حاضر، دقيقه واحده من فضلك. تليفون عشان سعادتك. علشان انا؟ ايوه. لا طبعا غلط. طب روح شوف مين. اشوف مين ايه يا استاذ هانم؟ انا مين يعرفني؟ يا اخي وبعدين في التهيؤات دي بقى. تهيؤات ايه يا سيد يا محترم؟ بس روح رد على التليفون. يلا يلا يلا. روح يا اخي. يطلبني هنا. الو. اهلا سعاده البيت. شرفتنا بوصول سعادتك يا بروفيسور. انا السحر. افندم. نعم يا اخويا. ايوه الصح الدحن بو. انت الصح الدحن بو وانا لا تكذبي. لطيف قوي يا بروفيسور. انا بكلمك حسب الميعاد اللي حددته سعادتك في التلغراف، عشان مقابله ما اشربش الشاي اشرب ازوزه انا بيه. كازوزه ايه وشاي ايه يا جدع انت؟ اختشي بلاش قله حياة. هذا شاي وقهوه وكلام. ايه مالك بتبرطم كده ليه؟ انا عارف. ايه مالك متنرفز كده ليه؟ انتوا هنا عمالين تقولوا لي رأفت رأفت رأفت، وفي التليفون يقولوا لي شاي وقهوه ما اعرفش ايه. شاي وقهوه وكازوزه كازوزه. ايه بتبصوا لبعض ليه؟ اقعد يا رأفت. انا مش رأفت. طب لما انت مش رأفت انت مين؟ انا عمر. عمر مين؟ عمر الشنتوري. الشنتوري؟ وده عباره عن ايه ده؟ عباره عن ايه يعني ايه؟ يعني يطلع ايه يا عمر ده؟ بيشتغل ايه؟ اهو ده الكلام المفيد. انا عمر الشنتوري، أستاذ اللغة العربية والخط بمدرسة حمزة جاد المولى للأطفال. حمزة جاد المولى؟ ده صاحب المدرسة. أصلها مدرسة خاصة. هيئة التدريس فيها اتنين، أنا وصديقي العزيز الأستاذ كولنا. أما حمزة فندي صاحب المدرسة فهو ناظر المدرسة. طب نفرض إن كلامك صح، وأنت عمر البهجوري. الشندوري. لو أنت اللي بتقول عليه ده، إيه اللي جابك هنا؟ ما هو ده اللي مش قادر أفهمه. يا ابني. يا ابني يعني ليك بيت تاني كنت نايم فيه وصحيت من النوم لقيت نفسك هنا؟ ما هو ده اللي حصل. شايف يا بابا الكلام اللي يجنن؟ يا ناس صدقوني. يا ابني هو انت قلت حاجه تصدق وما صدقناكش؟ اما كنت فين قبل كده؟ انا كنت قاعد في اوضتي في امان الله وقدامي كوبايه شاي وفص ليمون. حكيم انا احب الشاي ميزز شفطه والتانيه ما حسيتش بروحي. قمت لقيت نفسي هنا. على راي اللي قال نام وقام لا اروح وقايم مقام. بالذمه ده كلام يقوله حد عايش. اتصل يا بنتي بالدكتور. حاضر. استني. ايه؟
حضرة الناظر رخا الكذاب، الأستاذ كوانا كذاب. قصدك إيه؟ أنا مستعد أخدكم لحد المدرسة وأخلي حضرة الناظر بنفسه يقول لكم أنا أبقى مين. ألو، مين حضرتك؟ أنا الساحة بتاع هنجور، عاوز أكلم رأفت بيه ضروري. بعدين بعدين، البروفيسور تعبان دلوقتي، هبقى أتصل بيك في وقت تاني. مين يا منى؟ ما حدش يا بابا، نمرة غلط. متهيألي تطلع تريح نفسك يا رأفت. أنا مش رأفت. قلتي إيه؟ ومستعد أثبت لك إن أنا مش رأفت. وقلت لكم تيجوا معايا المدرسة عشان تسمعوا حضرة الناظر بودانكم وهو بيقول لكم كده، اتفضلوا معايا. إيه؟ حتى لو فين هنروح معاك؟ مش ممكن هنروح وانت لابس البيجاما. اطلع البس بدلتك. اه بدلتي، بدلتي، هدومي اللي كنت لابسها، هدومي اللي كنت لابسها راحت فين يا حراميه؟ حراميه؟ هدومي، هدومي. ايه يا ابني ده كله ده؟ انتوا فاتحين محل ترزي؟ بدل سعادتك يا فندم. بدل سعادتي؟ بدل سعادتي ازاي؟ منين؟ ده انا لو احوش ميتي كلها طول حياتي مش هتجيب لي بنطلون من دول. مش بقول لسيادتك ظريف جدا، ظريف. هو انت يا ابني كل ما اقول لك حاجه تقول لي ظريف، ظريف جدا. سعادتك مزاجك رايق جدا النهارده. مين قالك ان مزاجي رايق؟ انا مزاجي زي الزفت. انا بقول ان سيادتك تحب تلبس اني بدله فيهم، الكحلي ولا البيج ولا الكاروهات؟ اه زي العربيات يعني. تمام يا فندم. والله انا شايف ان البسهم كلهم فوق بعض. أنا شايف إن سيادتك تلبس الكاروهات. آه دي دقيقة واحدة أفضي لسيادتك البدلة التانية. أفضي. ده مش قماش بدلة، ده جاتو. اتفضل حاجة تساعدك. لا مش بتاعتي. فلوس سعادتك. لا 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 روح، مش بتاعتي. بطاقة سعادتك. ايوه البطاقة، افتحها من فضلك. ها اتفضل. صورة مين؟ صورة سعادتك. كويس، اقرا بقى الاسم والوظيفة اللي تحتيها. الاسم رأفت سيف الدين. المهنة رجل أعمال. شفتك. ايه ده؟ اخبار اسود، ده أنا في حلم، حلم غريب جدا. لسه عندك شك؟ افتح الباسبور وشوف اللي فيه. برضه صورتي ورأفت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه؟ تشيك إيه دي؟ تشيكوسلوفاكيا. أنا رحت تشيكوسلوفاكيا؟ أيوة. وإيطاليا؟ أيوة. وإنجلترا؟ أيوة. وفرنسا؟ ومتاتيا؟ أنا رحت البلاد دي كلها. أيوة رحتها، وأكتر من كده. ده شيء يجنن. بعد الشر عليك الجنان، ده مجرد ارهاق عصبي، ولما تستريح كل شيء هيرجع لاصله. انا مش هستريح الا لما تروحوا معايا المدرسه وتعرفوا هناك انا ابقى مين وبشتغل ايه.